بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جميع أوقاتكم بكل خير. اليوم عندنا إعلان على كيف كيفكم، لكن قبل ما نبدأ بنعرفكم بشريكي أخوي والإعلامي والمتألق والراسي أخوي محمد المسردي. أرحب يا أبو شريك. أرحب يا وازح. مرحبا. يلا حية. يلا حية. اليوم عندنا مفاجآت، عندنا أشياء حلوة بنقدمها لهم، وبيك تبدأ بالأشياء اللي عندنا. نبدأ؟ أبدأ. أول شيء نعرفكم عن متجر سيليا. المتجر المعروف لا يعرف، وأول سلعة نبدأ عندهم اللي هو الشامبو الخاص بسيليا خالي من السولفات، وشامبو معروف جدا، ومواصفاته تلقونها إن شاء الله في الرابط في المتجر بإذن الله. وعندنا المقشرات تجي بنوعين، مقشر زيتي ومقشر رغوي، والمرطبات تركيباتها من زبدة الشيا الكريمية، ومتوفر أيضا مقشر لفروة الراس بالقهوة، والنوع الثاني بالفندر، وكليل الجبل، والثالث بالشاهي الأخضر. خلصنا؟ لا باقي ما خلصنا. باقي. ومتوفر أيضا معطرات الجسم بأنواعها، وهذا أتوقع عندنا نوعين هنا موجود، هذا النوع الأول وهذا النوع الثاني، فيه أنواع باقي على المتجر. وأيضا صابونيات سيليا، وعندنا الشاور جل مضاف له زبدة شيا ما يجفف الجسم. الحين كل المنتجات اللي عرضناها قدامكم الحين على الشاشة متوفرة في المتجر. المتجر وش حاط؟ حاط خصم 40%. خلصنا؟ لا. إضافة على الخصم 40% 10% باسمي وباسم أخوي وازن. عطهم الكود. 50. يعني التوتال كله تاخذ المنتج هذا بنصف السعر، كل المنتجات هذه تاخذها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المتجر حاط 40% وحاط 10 لي و10 لاخوي وازع. كودك اخوي وازع؟ A21. وكودك اخوي محمد؟ A20. اطلب وش قاعد تنتظر؟ الخصم هذا والعرض هذا ما يتكرر ابدا ابدا ابدا. يا سلام يا سلام. وش نقول وش نخلي بس؟ والله اشياء كثيره. الاسعار طيب. اهلا اهلا اهلا. تعال تعال يا هلا بك. تعال تعال عندنا شيء يصلح تعال. لك مره 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 تعال. تدري ليه يصلح لك؟ لان وجهك ضاربه سافل. اي والله ضاربه سافل. شغل كثير مره ما شاء الله. اشتري اشتري. ما بدك اقعد هنا بضبطك. توكل على الله. بس اصبر وازن. ورانا شغل. شو والله يبي له شغل. ما ينفع اسمح لي انا لازم احذف الشماغ. اوه يعني بنضبطك شوي كذا باشياء. والله حتى انا رش الوجهيه بالله ضربه سافل مره مره. تدري ايش يصلح لك؟ ايوه ده انا بعلمك انا. وشو؟ عندكم مقشر من دهن فانيليا وفراوله من فانيليا ورمان. اسمع به. طلبت الاكثر شهره عندنا. اوه يا الله اني اعرف. تستاهل الدقيقه. شنو وين؟ هذا هو؟ هذا هو. مقشر بالرمان والفانيلا فيتامين اي. ما شاء الله. شوف ايش رايك؟ شوف. لك بس تشم ريحته. شم ريحته يا ابوه. ما شاء الله. لا 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 لا. ايش قاعد تسوي؟ ايش كنت؟ شو تسوي؟ ايش تبي تسوي؟ ما هو بحلا هو. لا هذه مشكلتنا. تدري ايش مشكلتنا؟ الناس اللي تطلب تحسب لنا حلا، لكن نوعدهم بالمرات الجايه مقشر رمان فانيلا نرسل لهم معهم حلا بنفس النكهه. يا سلام. واو. يا سلام. ما شاء الله. نبدا. ابيك بس دقيقه بس دقيقه. ايوه. يا سلام. بس كذا تمام. نبي ضبطك بس. تفضل خذ بالك. نبدا؟ طبعا تفرك على وجهك من دقيقتين الى الخمس دقائق. يا سلام. هذه البداية. بعدين نكمل الخطوات الثانية. ارفع راسك شوي. بسم الله. لا تاكل بس اعطيك على فمك. على خشم. سم. دهن. ما شاء الله. خليك عاقل. يا احلى يا سيليا. ابشر سيليا، سيليا تجيك في كل مكان. الخدمة. وتوصل لك في كل مكان. الخدمة. والخصم من المتجر 40% وكود وازع يعطيك 10%، يعني ايش عاد تبي؟ كم؟ كم؟ كودك انت كم؟ انا بعطيك كودي بس كم التوتل يطلع لك؟ وازع كم؟ ايه 21. وانت؟ ايه 20. بشوف 1 2 3 4 بس من كود وازع. ما راح احاول. خلصنا خلاص. لا تكثر، لا تحط شيء كثير. انا ما ودي اقرب من فم عشان ما ياكل. اصبر ولا والله اعطيك واحد. اعطيك واحد تحتفي شوي. خلاص يا صبر. اوه ايش رايك؟ ما ادري ما شايف ما شفت شيء. اصبر بتشوف بتشوف تنصدم من شكلك الحين. يقعد الريحه يقعد اكل الاكل هذا ما هو. لا انتبه نرسل لك حلا ما عليك. نفس النكهه نفس النكهه ما عليك. الحين نقعد نفرك من دقيقتين الى
الخمس ما اتوقع بتغير دقائق. ما اتوقع بتغير شيء. لا بتشوف ما يكفي رقدة تحداك يبي لك ساعتين بتشوف. بس وجهه كبير. هي طولنا ما تلاحظ. اشتغل اشتغل بدون غلط. اشتغل بدون غلط من الدقل للجبهة يبي لك دقيقة عشان توصل. يلا عاد يلا تضحك. يلا قول يا الله يا الله. تحياتنا لمحمد الطوالة. الله. شوف لما نبي ناخذ وقت كثير علشان الفقره. اسمع اسمع طولنا صح. ابيكم تغيروني عن خالي. ابي خالي ما يعرفني. اوه من خالك الحالي يبي له شغل كثير. يبي له شغل كثير الشيخ خالي العيال. يبي له تعديل اول شيء. مالك مالك في طعجه في جبهته. لا عندنا كلام ثاني. يبي يغير وجهه. تبي حلو عليك انت شيء خاص فيه مره مره. يلا ان شاء الله. خلاص اصبر قول. تخليه من دقيقتين الى خمس دقائق. من كم جاوب ركز معي. من دقيقتين الى خمس دقائق. سلام. بعدها وش تسوي الخطوة الثانية؟ ما ادري. جيب لك موية دافية كذا. ايه؟ وتمسح وجهك. حلو حلوة. بس صبر خله شوي. ما قرب الماء من عنده. واضح؟ مسح وجهه. انت الحلال. الهايم؟ ايه. ولا بالماء شوي؟ ايه. اول شيء بال ايه ازهم منك تطلع. حط الماء شوي. ايه شوي. يلا مسح. احلى منك. انا بغسل يدي وجهك. انا بطلع حلو. بالعكس. أرجع أرجع بسم الله عليك. كلمة حار بس يلا يا ولد. تبدي إيش رأيك بالنسخ؟ ما شاء الله. إيش رأيك؟ عطي رأيك بس. ما تبكي خلني خلص أنت خلص. أنت إيش رأيك في الشعور الحين؟ الشعور الحين شعور أحس إني أحس إني خف وزني خف. إيش دخل ذي في ذيك؟ ما أحس طاح شيء من وجهي. يلا عاد يلا. يلا. قول يا الله. قول يا الله. يا أبو ياه. يا أبو ياه. يا أبو ياه. الله الله سكر عيونك بس. فمك سكره. سكر فمك عشان ما نتاوش معك اخوي انس. جيبوا لي لي احسن. انت والله وجهك كبير. والله بنطوشك هنا. مالي مالي مالي. الحين غسلناه مويه دافيه. بعد يبيله شوي يبيله شوي. غسلنا يجي شوي على العين. انتبه يدخل شيء بعينك. عدنا فاضيين بعد تامين. هاي ضايع. اعطي مندي. طيب انت اي سام سام. يلا امسك حالك. انا امسك حالك. يلا سام. ايوه ايوه. جيب لي الماء. سام اعطني الماء. شكلك غسل داخل وجهك. خلي قدامهم. رقبتك ولا صبر؟ خليني انا خلاص. لا مسح دقنك. يلا عرفته؟ خلاص. من هذا؟ جاهز؟ عطني هاين. هم اشعر قلتك شوي. والله يتزكي. مرة نضبطك حمد. وش تبي؟ وش تبي بس؟ ويا صبر صعبة صبر ودلة. عطنا عقوم صبر ودلة. جاهز أنس؟ توكل معاهم. ها باي. أنا وش قايل لك؟ هذا أنا قايل لك ما راح تعرف نفسك. وجهك اللي صافقة سافي تغير. شو رايك؟ وش عذر غيرك؟ الحين أصور سناب بدون فلتر. صور بدون فلتر الآن. حلو اي والله حلو. الله والله تغيرت صراحة. تغيرت ولا؟ الله صرت مزيون. اخيرا انظف وجهي وانا مرتاح. تعال عندي لك هديه. ما خلصت. عندي لك هديه. اجيك. اي تعال. بسم الله. احسن شوف بعطيك هذا. تصورون فلتر. شوف المقشر رمان فلينه بس توعدني وعد ما تاكله. ان شاء الله. الوعد اربطني اربطك. وهذا ولا هي بشكة مرطب مسك ابيض. ما شاء الله ما شاء الله. ولاني احبك. الله يحبك. هذا بعد. الله يطول عمره. شوف هذا وصله لمحمد بندر. تفضل. واحد دب صوته حلو. مو غيب اسمه علي. زاد فضلك الله يطول عمره. يا اخوان مع الايام محمد الطواله كله بيجيكم. ابشروا بالخير. في الختام مشاهدينا الكرام نذكركم